قمر 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 يا يارا. ميرسي يا روحي، انتي ما كدبتيش. طب والله العظيم احلى عروسه في الغردقه كلها. غردقه بس؟ في مصر كلها يا مامي. ربنا ياخدك يا بعيده. فريده، انتي قلتي حاجه ما سمعتكيش، بتطبلي معاهم او حاجه؟ لا يا روحي. اوكي، ممكن بقى تسيبيني اروح اشوف شغلي. حبيبتي انا شغلك النهارده. وده مين ان شاء الله اللي قال لك كده؟ فارس هو اللي قال لي ان فريده في ديلك من اول اليوم لاخره، فخليكي في ديلي. ما قالكيش بالمرة اشتراني بكام؟ ممكن هتكلم في مشاعري يا أشرف، بيسيبوني يا جماعة. بيرو، give me your hands. هي بجد هسألك سؤال. تفضل. انتي أشرف بتكلم في، انتي أكتر واحدة عارفة فارس. ارحمي أمي بقى. هو بجد دلوقتي خلاص مش بيتكلم مع أي واحدة تانية صح؟ لا اطمني من الناحية دي، مبقاش يبص لأي واحدة. كنت متأكدة ومتوقعة. هو يعني كان هيلاقي زيي فين؟ ولا في شعري فين؟ مررت يا الله اكبر عليا. اشرف فوليوم. يلا. ده هي بقيت ممكن هتتجوزيني. حرام. بقول لك ايه؟ اه. خدي دي لي بقى. اهدى يا فارس، اهدى، مش كده. الليله دوب ولازم نرضى بالمكتوب. الليله دي الليله دوب ومفيش قلوب تجرح قلوب الليله دي. ايو 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 ايه 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 تا تا تا. سوري معلش افندم، تحت امرك. طبعا يا فندم حضراتكم منورينا في الريزورت واكيد منورينا في الحفله، بس حضرتك لابس قميص ابيض وده ممنوع في حفله النهارده، انا اسف. ايه المشكله ان انا لابس؟ هو بديته سودا. هو حضرتك ما ينفعش اساسا تتكلمي بالروج البينك اللي حضرتك حاطاه، لان ده برضو ممنوع في حفله النهارده. وحضرتك يا فندم لو شفنا الانفيتيشن هنلاقي مكتوب دريس كود تحت عزاء فارس قنديل. سوري. يعني نرجع القاهره وبلا فرح؟ انا رايي ترجع للمدام في الموضوع. لا طبعا لا طبعا، ما خلصناش يا فندم. ايه يا ادهم، دول ضيوف فارس بيه. انا عندي عرض لحضرتك تحفه يا فندم. عندي قميص اسود وجرافات تسليم هتاكل من البدله حته، وعندي بادي اسود للمدام يبقى تحفه على حضرتك للمناسبه السعيده ديت. كل دوت ب 1300 بدل 1600. اشتغاله بقى يا حبيبي. محروس يلا بينا، معانا هدوم صدف العربيه. يلا. طب اديني 500 جنيه واروح اجيبهم لحضرتك. على فكره بقى لازم العربيه تكون سودا هي كمان. سيد انت بتعمل ايه؟ ان انا بسترزق كده ادهم، قلت بدل الموضوع مش جايب همه قلت اجيب شويه قمصان سودا عشان الظروف الصعبه اللي زي دي. اولا اسمي مستر ادهم، نمره 2 لو سمعت الاوفر ده اتقال لاي حد داخل هتزعل مني قوي يا سعيد. وثلاث ثواني، ثلاث ثواني ما لاقكش قدامي. اتفضل. حاضر. اتفضل يا سعيد. ان شاء الله هيتجوز. وانا كمان ليها. بتقولي ايه يا يارا؟ الطرحه بتاعتك اتقطعت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا لا، الطرحه دي اهم حاجه في الفرح، اهم من المعازيم والفرح نفسه. لا احنا لازم بقى ناجل الفرح 6 شهور عشان نجيب طرحه ثانيه. ايوه عشان تليق على الفستان. طب يا يارا بعدين 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 بقى. نبيل فارس حبيبي، والله جاي لك من العناية المركزة حالا أنا والأستاذ بودي. قالوا لي ساعة واحدة بس، ساعة واحدة لو اتأخرت على المشرحة. أنا والأستاذ بودي. إيه اللي حصل لك يا ابني؟ سمعت كلامك أخويا، ولأول مرة في حياتي أقول لأ لمراتي. ويا ريتني ما قلت. إيه ده؟ هي اللي عملت فيك كده؟ هي؟ ده هي وأمها وأبوها وأصحابها اللي على الفيس قامت نفخت يا صاحبي. معلش معلش يا حبيبي انا اسف. لا لا انا اسف استاذ بودي. لا 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 ما تقولش كده، احنا اخوات يا جدع، عيب عليك. اهو ما شاء الله ربنا كرمك وهتلبس وهتتجوز وربنا ان شاء الله ينتقم منك كده. طب روح قول لها لا بقى تاني. لا سعيد، انا سعيد. عايز ايه؟ ما انت في ايه؟ قال لك عليه هو ايه؟ ويلي قصدك المأذون؟ ايوه. عملت ايه؟ مش قالك طفشت طفشت؟ يعني انا مستني واحد زيك عدوي يقول لي الكلمتين دول. سعيد عدوي ايه؟ طبعا طفشته. اول ما دخل عليا قلت له يا مولانا تولالة. مولانا تولالة؟ يعني ايه مولانا تولالة؟ كنت عايز اقلقه. ايه؟
بكلمه بالسيم زي ما انت بتكلمني. رحت اديته كمان بقى، قال لي هو مش ده فرح فارس قنديل؟ قلت له الله يرحمه يا مولانا ويحسن اليه، وتأثرت قوي بقى. ها ايوه قلت له ده في العنايه المركزه دلوقتي بين الحياه والموت، الحق روح زوره بقى. هو في العنايه المركزه دلوقتي؟ بس فارس في العنايه المركزه يا غبي. ايه ده انا بقول له هو كده، مستر فارس جوه. ايوه صح، ما لسه بقى انت بتشتغلوا. ايوه بشتغلوا. انت اشتغلتين انا. ايه رايك اقنعتك؟ ايوه يا ابن اللذيذ. ما انا اقنعته هو كمان. جدع جدع. الحمد لله. بقول لك ايه، روح لمستر فارس بقى طمنه، قول له انت وراك رجاله. ماشي. استنى. إيه؟ تاكل الزلط. ماشي. استنى. إيه؟ تاكل مش عارف، مفيش حاجه في بالك ما توقفنيش. ماشي ماشي ماشي. فرحان فرحان. ماشي مستر فارس، عايزك تطمن خالص، وراك رجاله تاكل الزلط، رجاله تاكل مش لاقي لها حاجه. زادني كنت فاكركم بتشتغلوني. النفس الطويل مش حلو عشانك. جدي عامل لي حاجه يبقى جوازك؟ انت بتتحداني يا ابن قنديل؟ انت مش حامل النفس الطويل قنديل بيه؟ معلش بص بقى جدي، انت غصبت عليا في الجوازه دي، سيبني بقى احتفل بطريقتي. ينفع كده يا جدو؟ بقى حفيدك الوحيد تعمل فيه كده للدرجه دي بتكرهه؟ لا لا لا، لحظه واحده، البوسه دي اللي جابها هنا. اه ايه ده؟ مين الخفيف ده يا جدو؟ غلاب عبد الوهاب محامي قنديل بيه. اهلا وسهلا. يلا معانا غلاب. لا لا لا، انت مش حامل كحه. مش هرد عليك وحش. معلش معلش. هو مفيش اكل وسهلا ورد على دي السؤال. مين الجوزه دي؟ مين الجوزه دي؟ ده نبيل صاحبي وده بودي محاليل. ده مين ده؟ بودي محاليل. بودي بودي محاليل. حلو حلو، ازيك يا محاليل؟ وبيعمل الجوزه دي؟ انت هتلعب بيك كده؟ انت داس عليك قطر ولا ايه؟ يا ريت داس عليا مراتي، ما رضيتش اقلب لها السلطه. قلبتني شيف. قلبتك شيف؟ يا غرغور. يا جدي ده متجوز بقاله اسبوع، بص حصل له ايه؟ نحن السابقون وحفيدك ان شاء الله بيلاحقون. انت تقول لي ماشي دلوقتي الا اقوم اكمل على اللي عملته فيك مراتي. الله الله. بس سيبني فيديو ده عليه. محاليل يا قنديل بيه، محاليل. يلا يا بودي يا نبيل، خليك استنى استنى يا بودي استنى يا بودي. يا جدي انا عايز اجيب لك بقيه اصحابي عشان تعرف ان انا عندي حق. وكلهم جبت انا؟ لا الحمد لله كلهم سلام. لا والله ينفع ينفع. ثلاث ايام ما اكلش ليه يعني؟ ثلاث ايام اقول ايه؟ نسيت انشر عادي. نسيت ايه؟ انشر حبيبي والله مشغول. وانت نسيت ايه؟ انا نسيت نفسي. لا حول الله، نسيت نفسي للاسف. أوه. كل حاجة طلبتها مني عملتها. أوه. طب الحمد لله. عربية أحدث موديل حاضر. وغير الحمد لله. شقة في التجمع الخامس حاضر. وغير الحمد لله. مارشميلو حاضر. وغير مين مارشميلو؟ مارشميلو حلويات عند الدين. أنت مش حمل مارشميلو للأسف. يعني لا أنت ماليش فيه. وأنا كمان ما كنتش أعرفها بس جبتها. وغير الحمد لله. جبتها لها. وغير قلت أريح دماغي من الزن بقى. كتبت كل حاجة باسمها. وماله؟ نمت صحيت لا لقيتها ولا لقيت الحاجة. شفت بقى يا جدي؟ عشان كده بقى أنا مش عايز أتجوز ومش هتجوز. أنت بتزيح عليا يا مش حمل القوامة يعني. لا سيبني أنا أضربه. أضربه. هما دول أصحابك جايب لي نماذج غير مضيعة، تشع طاقة سلبية، ما عندكش نموذج حي زيي. ها؟ إيه مالك فيه؟ إيه ده؟ وايه اللي جابه ده كمان؟ المأذون وصل يا قنديل بيه. ايه؟ المأذون وصل. المأذون وصل. انت حبيت تعمل حركه عشان انا ما كلمته وجبته. هتتجوز يعني هتتجوز. طب ها
حالة التورتة طازة، ربنا يبارك يا صاحب النصيب، ملحوظة رشة سكر بره. لا اكتب بالمرة استعمال حلواني، انت بتعمل ايه يا ابني؟ انا بنزل اعلان للتورتة البيضة الفواكه اللي صدرناها من الزباين. والله العظيم يا سعيد انت ابن حلال يا سعيد، الله يبارك لك. انت عارف انا بقالي قد ايه ما اكلتش تورتة فواكه؟ زمن. يلا بسم الله. انا وانت بقى؟ لا ما يصحش يا مستر ادهم. ما يصحش ايه؟ دي هتتباع. تتباع؟ ثلاث ثواني، ثلاث ثواني ما لقكش في المكتب فاضي بره. حاضر، بس خلي بالك منهم، دول زي عيالي. زي عيالك؟ امشي طبعا. حاضر. زي عيالي. ايه تورة فواكه وبتصادرها؟ ما هو سنة. ايه ده؟ ايه؟ كنت فين كل ده؟ كنت مع العروسة يا سيدي، عايزانا افضل معاها طول الفرح. انا سمعت ان الطرحة باظت، مش خايفة لا بصمتك عليها؟ ممكن تسكت خالص، وبعدين مالكش دعوة. لو بتحبيني بجد ادعيلي الفرح ده ما يتم النهارده. لا ان شاء الله هيتم، ان شاء الله هيتم، عشان مش فاهم انت ليه مصممه حاطه فارس في دماغك. ممكن حضرتك تبصي حواليكي كده، يمكن تلاقي حد تاني مثلا يحبك ولا حاجه وانت مش واخده بالك منه. من الحمار ده ان شاء الله لا يحبني وانا بحبه حد تاني. حمار؟ شكرا شكرا. استاذنك حاضر عشان خاطر انهق شويه. انا مش قلت نصلح السقف؟ الفرح ده هقلبهولك ميتة ما سعدت البيت. انا خلاص وصلت عند المصدر. سلام. حجوزات النهارده كتيرة جدا بجد، أنا مش عارف أعمل إيه، كمية حجوزات رهيبة. صباح الخير. صباح النور يا فندم، هي الثانية بس بخلص حجز. مساء الخير. معلش عذرا يا فندم، بس النهارده عندي حجوزات كتيرة جدا، أمري يا فندم. لو سمحت أنا كنت عايز أوضة دبل تريبل. تأجرها يعني؟ لا، هحشيها. أهلا بيك يا فندم. هأجرها طبعاً، ومن حنايم فيها دقني. عذرا يا فندم، معلش النهارده عندي يعني حجوزات كتيرة جدا فمش مركز. الغرفة عندي في اليوم ب 2000 جنيه. 2000 جنيه بس كده كتير قوي 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 يعني. يا فندم ده سعر خاص عشان خاطر حضرتك. ازاي؟ انا قلت يعني المكان مش ولا بد واكيد مفيش حجوزات، فانتوا عاملين تخفيضات. لا يا فندم، مع احترامي لحضرتك احنا مكان لابد جدا، وعلى فكره احنا اوتيل 5 ستار ونسبه الاشغال عندي عاليه جدا. اقول حاجه لحضرتك، الاوضه اللي هديها لك دي اوضتي، احنا ما عندناش اوضه فاضيه. ياه انا كده بتكسبوا بقى. اوه يا فندم مكاسب مهوله. انتوا مش عارفين نودي فلوس فين. سامحني بس يا فندم. الو ايه فريده؟ الفوق الالماني؟ لا ثانيه واحده، حضرتك هتاخد الغرفه ولا تديها الفوق الالماني؟ انت هتقعد الفوق الالماني كله في غرفه؟ ما هم حضرتك اطفال فبيحازوا بعض. مفيش مشكله، ممكن تحط لي كرسي جنب الاطفال، انا ممكن انام. لا ما يصحش. لا 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 والله ما يصح لحضرتك، خلاص لا لا الغي معاها. فلوس دولار ايه يا ماما؟ انا قلت كده ما برجعش فيها. خلاص يا فريده يلا نورنا يا فندم. شكرا، بس يا ريت الغرفه بسرعه عشان دقني ابتدت تنام مني. بيبيونك معوجه ما تعدلها. الكيش ده بالبيبيون بتاعي، خليكي في الطرحه بتاعتك اللي باظت دي. والله عايزني بقى انا اجل الفرح واجل الدنيا دي كلها لحد لما الاقي طرحه جديده. هي لازم تخلص الجوازه النهارده بقى. والله العظيم كان احسن هي جوازه ولا اكتر. يلا يا عم يلا. نعم. ضحكتك الحلوه بقى يا عريس. يا ابني في حد بيضحك وهو بيتجوز؟ انت عايز تطلع بمنظرك ده في صوره فرحي؟ الناس تقول عليا ايه؟ تلاقيش هم هيضحكوني فوتوشوب. ورد اسود وناس لابسه اسود وفرح منيل. يا ابني يا ابني في هو بيرشك بالمية، انت بتعمل ايه؟ يقف غوافله كده؟ بيضحك كده؟ حد يتجوز بنت عمه. ما انا وافقت عليك ليه؟ اوعى كده، اوعى كده. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ ايه يا جدع خضيت في ايه؟ ايه ده؟ ايه الورده السودا دي؟ شطت منك في الفرن ولا ايه؟ هو يوم اسود من اوله. عقبالك يا سيدي. حياتك ان شاء الله. ايه ده؟ انت مين؟ ها؟ انت من قرايب العريس ولا العروسه ولا مين؟ تقدر تقول من قرايب العريس وقرايب العروسه وقرايب المأذون، ميكس كده. انا مش فاهم حاجه. ولا انا.
المهم انا كنت عايز اسال على حاجه. هو ده مش منتقع فارس عامر انديل ابن عامر حفيد انديل؟ ايه منتقع؟ فرح اي مين يعني فرح فارس عامر انديل ابن عامر حفيد انديل. ما شاء الله عليك ذكي قوي، الله اكبر. شكرا شكرا. هو يبقى اكيد انديل ده مليان. ده خاسس والله على فكره. انا ما اقصدش انديل مليان يعني تخين، انا اقصد مليان بالدفي مع فلوس. أيوة. عشان يعمل فرح في المنتقع ده كله لازم يكون دافع فيه المبلغ الفلاني. اول فرحته بقى يا سيدي. ان شاء الله تبقى اخر فرحته ان شاء الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول الله، لا 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 فضفضلي في في لا لا، مهما كانت الصعوبات لازم نكون اقوياء. لا لا لازم، ده بعيد عنك راجل بخيل قوي. بخيل قوي؟ بعيد على قلبه قد كده. قد كده معاه فلوس اقسم بالله. انا ما بحسدش على فكره. واضح والله ما بحسده. واضح انا بحقد عليه. تحقد عليه؟ ده انا الجرسون الوحيد هنا، مش عايزين يجيب واحد غيري ولا يقبضوني ولا حتى يرقوني ولا ايه. لا حول الله، الجرسون الوحيد هنا لهوي، دول مصمصوك. انا حبيتك قوي. معلش معلش، اصبر كده واصمد. يلا خش انت في جرابك. يلا انديل ده شكله معاه فلوس كتير قوي. مش عارف راحت فين، بس كل ده بتدور على البطاقة. شكلها اتسرقت. هو يجوز اتجوز من غير بطاقة؟ لا يجوز، أي ما ينفعش. طب خلاص يبقى ما فيش نصيب. انت بتتلكك ولا بتتلكك؟ ما انت سامع يا جدي، بيقول ما ينفعش اتجوز من غير بطاقة. لا لا محلولة البطاقة يا مولانا. اشكي عايز تروح مولانا؟ فارس انت جبتها منين دي؟ من الاوضه طبعا. انا قلت له هتلاقيه مخبي البطاقه تحت المخده اللي على سرير نومه، زي ما كنت بتخبي زمان الشوكولاته يا فرنوزه. ما تخافش يا ابني، الجواز مكتوب على كل واحد مننا. فعلا زي الموت بالظبط. اول واحد بيبقى مكلبش في الدنيا بايديه واسنان، يجي الجواز يخطفه في لحظه. فعلا كام واحد من الناس كانوا في وسطينا ودلوقتي مرميين في بيوت مراتاتهم. والله العظيم الراجل ده بيقول حكم. ده ايه؟ ناصح امين. انظمك يا ناصح، ده انت ناصح ولا امين؟ ده انت زفت الدين في كده. انت جايب المأذون ده من عمر مكرم ولا ايه؟ والله العظيم كان كويس، هو شاف العزا دخل في الموت. ايه اخرج اخرج من الموت. انا اخرج الان. اخرج مزارع. اصبحت سعيدا. اذا هيا هيا يا بني تشاهد وقل زوجيني نفسي. لا اوعى تقول. لا لا ابدا تاني بني، افصل عنه الاجهزه يا بودي. حاضر يا باشا. بودي يلا يا ابني قول زوجتك نفسي. جدي زوجك نفسي. انت هتهزر؟ اقسم بص قدامي الناس والله. مش ده اللي حصل؟ يلا يا شيخ انا قبلت زواجه على عيبه. هيا يا بني وقع على عقد الزواج. لا لا بارك ما توقعش يا بارك. لا توقع يا فارس. ما تنديش يا فارس حتى انت يا بني. يلا يا ابني خلصني. وقع على عقد الزواج. وقع وقع. حاضر حاضر. اوعى يا فارس ما تسيبناش. حاضر يا جدي. حاضر 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 يا جدي. حاضر يا جدي. لا يا فارس حاضر يا جدي. لا صاحبي. لا 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 مش هتجوز. ده فول اوبشن قوي. ده حديث. ترحمي مش هذا الكرسي، انت بتشاور على نفسك. ما حضرتك انا تعبان، بس 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 واضح ان حضرتك تعبان اكتر مني. انا نفسي اساعد حضرتك. ما انا يا فندم لسه ما وصلتش لشابتر الجلطات والازمات القلبيه. ما وصلتش ليه؟ للأزمات القلبية والجلطات. ده لما توصل لش سبتر أكون أنا تسبترت. هلا يا جد وسلامتك. أكون موت أكشف. على فكرة أنا ممكن أسلي حضرتك. أكشف جدو يا جدو يا أجمل جد، تعالى نلعب وننسى الجد. الله الله عجبتك؟ صوتك حلو أوي. سانكس جدو. اطلع بره. إيه؟ اطلع بره.
ما اقدرش اسيبك انت كيس جدي. الف سلامه عليك يا جدي. ايه ده انت ايه اللي دخلك هنا؟ بص عليك يا اخي انت ايه؟ انت تقتل القتيل وتمشي في جنازته؟ انا شفتك فين قبل كده؟ انا ده انا ده دكتور امجد. انا اللي حضرت العزاء بتاعك او الفرح. طب معلش ممكن تسيبنا لوحدنا؟ لا ما اقدرش اسيبك لوحدك، ما اقدرش اسيبك مع الكيس بتاعتي، لان حضرتك من ساعه ما مشيت من الفرح وهو في الحاله دي. يا اخي اعتبرها جلسه عائليه بيني وبين جدي. ممكن تتفضل انت. انا عايزك تسيبني انت يا كيس. ابوس ايدك، سيب الكيس ده واخرج بره. ابوس ايدك واخرج بره. انت يا جدو ده اطلع بره، اطلع بره. فارس انا مش هسيبه، انا هستناك بره. حاضر يا جدو. انت اللي مجنون. ده مجنون ده ولا ايه؟ الف سلام عليك يا جدو. فارس أنا عايز أقول لك كلمة واحدة قبل ما أموت. اتفضل. طز فيك كده يا جدي، يعني حتى مش قادر تمسك لسانك وانت عيان؟ عشت العمر كله أتمنى إنك تتجوز وأشيل عيالك على كتفي. ما أنت شفت يا جدي، شفت أصحابي اللي اتجوزوا حصل فيهم إيه؟ عايزني يعني أبقى زيهم؟ لا مش هو ده السبب. انت فارس اللي مش عايز تتجوز. عشان ما تشيلش مسؤولية. لكن معلش اللي ما قدرتش اعمله في حياتي هعمله بمماتي. يعني هتعمل ايه يعني يا جدو؟ هتبعت لي عفريتك يعني يخلينا اتجوز بالعافيه؟ هزر يا خفيف. لا بكره تقعد مع المتر غلام وتعرف لو بصيته بايه. لا بصيته بايه يا جدو؟ شو اقول لك؟ خليها لك مفاجاه. لازم احرق دمك زي ما حرقت دمي. انت غريبه يا اخي، انا ليه عشت العمر ده كله من غير ما اتبرى منك؟ كان لازم اتبرى منك، كان لازم. جدو بلاش يا ظرف الحاجات دي. جدو انا مملكش غير الفلوس اللي انت هتسيبها لي بعد عمر طويل. جدو جدي 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 الله يرحمك يا قنديل بيه، منه لله اللي كان السبب. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ يعني انت مش عارف ايه يا اخي؟ ايه؟ انت وحش؟ كان هيحصل ايه يعني لو سمعت كلامه وجوزت واحدة من البنات اللي جابها لك؟ او حتى من البنات اللي ما جابها لكش؟ يبقى فكرني ارفضهم كلهم بعد ما استلم الميراث. ميراث؟ ايه دي؟ هو انا جدي ليه وريث غيري؟ للاسف لا. هو مش قال لك هيعمل لك مفاجأة؟ ايوه. قال لي انه سايب وصيته معاك. هو فعلا ساب الوصية معايا ومضاها بخط ايده. وخلاني سجلتها في الشهر العقاري. جدك شرط عليك انك تتجوز في خلال 60 يوم والا هيضيع عليك تلت الميراث. ده ايه شغل العافيه ده؟ هو مش قال لك مش هعرف اجوزك في حياتي، هجوزك بعد ما ماتي. بقول لك ايه، انا اللي هتجوز ولا عايز تلت الميراث؟ كفايه عليا التلتين. تاني ها اللي انت ما تعرفوش ان التلتين دول هما الاوتيل، والاوتيل عليه مديونيه وهيتحجز عليه قريب. ايه ده؟ الاوتيل مديون؟ مديون؟ والله يعني ايه؟ يعني هيتباع قريب ومش هيفضل لك غير التلت اللي انت بتضحي بيه عشان تبقى عازب. لا يا راجل ليه كده يا جدي؟ ليه كده؟ انا كنت بحبك قوي.
امشي واخلص من اللي انا فيه ده. انا زهقت. مبروك يا فارس. مبروك على ايه؟ جدي رجع في كلامه وافق يسيب لي الميراث من غير جواز؟ يرجع في كلامه ازاي بعد ما مات؟ امال انت جاي تبارك لي على ايه؟ يا انا وافق ترجع لك بعد كل اللي عملته فيها؟ شفت ازاي هي بتحبك قد ايه؟ طب سيبني بقى انزل القاهره ونتكلم بعدين. مفيش بعدين، فاضل شهرين على مهله جدك. يا سيدي عقبال ما تتصل بيها ونحدد ميعاد. لا ما انا خلاص اتصلت بيها وجايه في السكه. ده انت مصمم بقى. انا مش هسيبك تضيع ميراث جدك ولا تضيع عليا مكافئتي. مكافئه ايه؟ مكافأة بسيطة كده عملها لي جدك الله يرحمه، لو قدرت يعني اتجوزك في خلال شهرين 5% بس من الفلوس اللي تاخدها. يعني انا اتجوز واتنيل وانت تقبض وكمان 5%؟ طب والله العظيم تريحت قلبي.